السلام عليكم الخوش، انا السميه ديالي ياسين بطان. انا الخوش جيت نسول واحد السيد على واحد السيد، قلت له الله يرحم الوالدين، باش واحد السيد لابس كندوره مشرقه ويضربني هاد الصرفيقه، تقاب لي الطبال ديال ودني ولا مشوار ديال فمي. دابا مشبعنا في مستشفى 20 غش، خسرت على راسي 22000 ريال ديال الدواء، وهاد السيد دابا كيدور خاصني ناخذ حقي. علاش؟ حيت وعدني في مشوار ديال فمي والودن ولات كتقيح ليا. كنت 3 ايام كنمشي للمستشفى باش كنحيدوا ليا القيح، وانا شي ما بقيتش صابر عليه، بغيت ناخذ حقي، كنطالب الحقوق ديالي. قال لي خاصك تجيب سيرتيفيكا، مشيت عندهم قال لك واخا واخا، ما عطاونيش، ما بغاش خلوني ندوي معاهم. قال لك واخا واخا خاصك تجيب شهاده طبيه، وانا دابا ما عندي سيرتيفيكا، ما عنديش باش نصوبها، خاصت على راسي 22000 ريال وهما كيصوبوا لك 100 درهم. وهاد السيد انا راه عاطبني في ودنيه وضربني، جيت لي ساسفه حدا جواره بالضبط، وعندي الشهود وكاينين الناس. وهاد السيد كنعرفو، كان ماجور، قال لك في ليساس في واحد راه المهم مابقاش خدام، المهم دار شي صابله جرو عليه من السبيطار مابقاش خدام. وهاد السيد هذا راه ما نعاودشك بخير ولا خير، جيت نسولو صرفقني وطلب السماحه نص ساعه هو كيعنك في يوبوس، ولكن انا ودني دابا مشات ليا، قال لي مده 4 شهور ما استشتك الطبيب طبل غادير العمليه، وانا كنطالب بالتعويضات ديالي. واخا هاد السيد كان بيناتكم شي عداوه ولا غير ما بيناتنا لا عداوه لا والو، جيت نسولو هو صرفقني، ها راه مشوار باقا منفوخه ودنيا دابا كتقيح ليا. كنت 3 ايام كنمشي نسواني انا وكننقي مستشفى 20 غش، ها الورقه، انا كنطالب بالحقوق ديالي. علاش؟ 11 دابا 15 يوم وانا مريح من الخدمه، الدوايا شاوما، بغيت كنطالب بالحقوق ديالي. وهادشي خدمه دابا اعطيهم شهاده طبيه، شهاده طبيه وشهاده شهاده طبيه في سيمانه، وانا راه ملي ضربني راه النعاس راه ما كنشوفوش بالليل، ديما الودن كتقيع عليا، وانا غادي جاي دابا في ترانسبور وكنخسر في الفلوس، هو قدام عينيا كيدور. شتي عنده هضرتي معاه؟ من نهار ضربني غبر ما بقاش كيبان، حيد من هذيك المنطقه اللي كان كاري فيها، مشى لمنطقه اخرى، وانا كنطالب بالحقوق ديالي. علاش؟ حيت جيت نسولو صرفقني، راه الظلم معايا بدل، راه الظلم في هذه البلاد، راه الحق راه هذه في هذه البلاد، راه بغينا ناخذوا حقنا. واش حنا عايشين في هذه البلاد؟ علاش كيقول لك الحقوق كاينين؟ ما شفنا لا حقوق لا مطالب لا والو. علاش؟ راه معذب انا ودنيا الناس ما بقيتش كنشوفو، وليت كناكل فاني ديال الصداع، وكنطالب بحقي الله يرحم الوالدين. السبيطار كنت قال لك مده 4 شهور تسواني معنا، مده 4 شهور ما تسشتك الطبر غادير العمليه، والعمليه راه صعيبه، ودارني جدرت ودن، راه محاوله القتل. هاي عباد الله راني معذب انا، السيد هذا عذبني في ودنيا، وكنطالب بالحقوق ديالي الله يرحم الوالدين. الصداع ديما عاطيني الصداع، الناس راه ما كنشوفوش، هو كينعس مرتاح وانا العذاب، ديما كنغوت بالليل، عطيني الصداع وكتقيح ليا، وها الورقه ديما كنسواني عليها في السبيطار ديال 20 غش، ورا عين هذا الله، بغينا الحقوق ديالنا في هذه البلاد. قال لك جيب 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 سيرتيفيكا، سيرتيفيكا راه دايره 100 درهم، وانا باش غنصوبها ولا عندي خسرتو 22000 ريال ديال الدواء، وبغيت الحقوق ديالي. هذا السيد هذا عاش به صحته، تبارك الله بخير بخير وعلى خير، وباللحيه ديالو بالشيب ديالو. وتبارك الله مع وجهك وضربني جدار ودني كان غيقشلني، محاولة القتل هذه، هذا محاولة القتل عباد الله. واش كاين حقوق في هذه البلاد؟ يعطونا حقنا، هذا الشيء باش كنطالبوا. كنطالب يعطيني التعويضات ديالي، هذا الشيء اللي خاسر، ولا غنديكلاري بيه نوصل للمحاكم، ولا غندعي عند وكيل الملك. علاش؟ علاش ضحت في ودني؟ ودني دابا الناس راه ما بقيتش كنشوفو، ديما كتقيح ليا، هذا راه ماشي قانون، هذا راه ماشي قانون عباد الله، راه كاين الظلم في هذه البلاد، تعدوا. احنا بغينا القانون ديالنا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.